السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ام زوم. النهاردة بإذن الله هنشرح إزاي نعمل كاندي جميلة زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. خلينا في البداية نخفي الشكل اللي قدامنا ده، وهنيجي على أداة اللاين سيجمنت تول وهنضغط كليك يمين، هنيجي على البولار جريد وهنضغط عليها وهنضغط كليكة واحدة بس على الارت بورد عندنا. هنيجي على الويتس والهايت، هنخليه نفس الرقم، يعني انا هختار رقم 700 وفي الهايت برضو هختار 700. النمبر ده خليه زي ما هو عادي 0، واللي تحت ده اختار 20. هنضغط اوك، هيظهر معانا الشكل بالمنظر ده. هنيجي نخلي الشكل ده عندنا في المنتصف بتاع الارت بورد، هنيجي على الالاين، لو ما لقيتهاش في الجنب اليمين دوت هتفتح قائمة الويندو وهتلاقيها قدامك هنا، الاختصار بتاعها ايش؟ شيفت اف 7. طيب هنيجي نختار الشكل وهنيجي نوسطن الشكل بتاعنا في منتصف الارت بورد. طيب احنا عايزين بقى نعمل الوان للشكل بتاعنا، هنيجي على الكالرز هنا وانا عايزاها احمر في ابيض، فهختار اللونين بتوعي. بس في تركية كده عايز اقول لكم عليها، انا ضغطت دبل كليك على اللون الاحمر اللي انا عايزاه، وانا عايزه اللون بتاعها يبقى للاورنج، فانا كنت عامله لها الاعدادات، فيعني انا هسيبها الاعدادات دي وهغير بس في اللون شويه. طبعا البريفيو عندنا هنا بنضغط عليه ونختار اللي احنا اللون اللي احنا عايزينه. التركية بقى اللي انا قلت لكم عليها ان احنا بنضغط على هنا الجلوبال، نضغط عليها. ايه اهمية النقطة دي؟ النقطة ديت لو انت شغال على مشروع فيه الوان كتيرة جدا والعميل قالك انا عايز اللون ده يتغير، فلو المستند بتاعك فيه الوان كتيرة فهيبقى صعب عليك. لو مثلا المستند فيه اللون الاحمر دوت نفس اللون وكتير، فانت هتيجي على كل حاجة وتغير فيها اللون الاحمر، وخصوصا لو المشروع بتاعك كبير يعني مش هيبقى معقول. فكل اللي انت هتعمله هتيجي من البداية، كل الالوان اللي انت هتختارها هتعمل لها يعني الشكل ده، هتختار اللون وتضغط على جلوبال وبعد كده اوك. لاحظوا الشكل عندنا هنا اتغير بقى الايقونة عاملة ازاي. ده معناه ان انت لو جيت حبيت تغير في اللون ده في اي وقت بتغير بس دبل كليك تظهر لك القائمة واختار اللون اللي انت عايزه. عايز تختار بقى اخضر، عايز تختار يعني من هنا تضغط دبل كليك تختار اخضر، تختار ازرق، تختار اي حاجة. لو جينا على البريفيو الشكل عندنا بيتغير، فانا هضغط كنسل علشان مش عايزة بس ابوظ الشكل اللي انا اخترته. وبعد كده هنختار اللون الابيض، نفس الحكاية انا عايزاه يدي للون البينك سنة بسيطة. طبعا البريفيو، وهضغط برضو على جلوبال وهعمل اوك. كده اصبح عندي اللونين. طيب انا الشكل قدامي هوت بس فيه استروك، هنيجي نلغي الاستروك بتاع الشكل بتاعنا وهنيجي على اللون. احنا كده مختارين اللون اللي هو مدي على البينك شويه، فاضل لنا اللون الاحمر. يبقى هنروح على شايفين الشيب بيلدر دي، هنضغط عليها كليك يمين وهيظهر لنا الثلاث اختيارات دول. هنختار اللايف بينت بوكيت اللي هي الاختصار بتاعها حرف الكي من الكيبورد، هنضغط عليها وهنختار اللون اللي احنا عايزينه اللون الاحمر، وهنبدأ بقى نلون. ادي انتهينا من تلوين الشكل. طيب احنا عايزين نعمل بقى الحركة اللي هي الدوران للشكل شوية. طيب نعملها ازاي؟ هنضغط على الشكل بتاعنا ونروح للإفكت هنا، ونروح على Distort and Transform، هنختارها ونروح على ننزل على Twist وهنضغط Preview ونشوف بقى يعني بالأسهم ديت نعلي نشوف الشكل بتاعنا هيحصل فيه. فانا على سبيل المثال هنا اختار 19 كده حلو، او انا شايفه الشكل كده مظبوط، فانا هختار اوك. بعد ما ضغطنا اوك تعالوا بقى اوريكم حاجه، لو جينا كبرنا على الشكل بصوا حصل ايه.
بص الاحمر فين والابيض فين، الشكل ما هوش سموث كده شويه يعني مش ناعم. فعايزين نحل بقى المشكله دي، هنضغط كنترول زيرو من الكيبورد علشان نرجع للارت بورد زي ما كان. طيب هنيجي نكبر الشكل ده سنه بسيطه، هنضغط شيفت اند الت ونكبره حاجه صغيره جدا. وهنيجي هنا على الاليبس تول، اختصارها طبعا حرف ال في الكيبورد هنختارها. فاكرين لما انا قلت لكم اختاروا نفس الرقم اللي انتوا هتختاروه في الاول، رقم 700 لما كتبناه؟ فانا هنا الرقم 700 عشان كنت عاملاها قبل كده، ف 700 هي قدامي. لو انتوا مختارين اي رقم تاني في البدايه اختاروه زي ما هو علشان نظبطه على حجم الدايره اللي تحت دي. هنيجي الشكل ده هنعمله برضو نوسطانه في الارت بورد، وهنختار الشكلين الاثنين مع بعض، ونيجي كليك يمين ميك كليبنج ماسك. طيب تعالوا بقى نكبر ونشوف الشكل بتاعنا. بصوا بقى يعني دوران ومظبوط ازاي. تمام نرجع كنترول زيرو، هنروح برضو نعمل إليبس تانية بنفس المقاس. المرة الجاية بقى هنضغط حرف ال من الكيبورد على طول بنفس المقاس، وهنعمل الشادو، هنوسطنها على الشكل. تعال نختار اللون الابيض دوت عشان يريح عينينا بس واحنا شغالين. هنيجي بقى على اداة المش تول. هنا في اداة المش تول هنضغط كليكاية واحدة هنا في المنتصف، كليكاية هنا، وهنيجي نختار بأداة الدايركت سيليكشن تول الخمس دوائر دول، الخمس انكر بوينتس اللي قدامنا دول. ادي واحد اتنين، هنضغط شيفت واحنا بنختار، شيفت واحنا بنختار الانكر بوينتس بتاعتنا. ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنيجي على الكالرز وهنختار اللون بتاعنا. جماعة لو في اي قائمة هنا على الشريط الجانبي دوت ما هياش ظاهرة قدامكم ببساطة، يعني انا هنا كنت فاتحة السواتشز، انت كل قائمة بتبقى هنا الاسم بتاعها انا هقوله، لو ما لقيتهاش على طول على قائمة الويندو وهتلاقيها هنا، يعني هنا هي قائمة السواتشز هنا قدامنا اهي. تمام طيب الشكل ده بعد ما احنا لونا الخمسة انكر بوينتس اللي قدامنا دي، هنيجي نلغي الدايركت سيليكشن تول، هنختار السيليكشن تول على طول او حرف الفي من الكيبورد، وهنضغط على الشكل بتاعنا. بس تعالوا نختاره من هنا عشان بس ايه ما نبوظش حاجه. فهنختار الشكل بتاعنا وهنروح على قائمه ترانسبرنسي، نفس الحكايه هتلاقوها في الويندو. هنيجي نخلي الاوباسيتي بتاعتها قليل جدا، هنختار مثلا يعني 100% كده، ممكن يعني سنة صغيرة. تمام ده الشكل اللي احنا عايزينه. طب احنا عايزين بقى نعمل الحواف اللي هنا، يعني بصوا يعني عايزين، احنا خلاص عملنا الشادو اللي هنا، عايزين بقى نعمل الحواف اللي هي الغامقة دي. تعالوا بقى نعملها. هنروح على الاليبس او هنضغط حرف ال على طول من الكيبورد، وهنيجي بقى نعمل جراديانت للشكل بتاعنا الجديد. هنضغط على الجراديانت هنا وهنخليه هنا في الريديال جراديانت. هنيجي نختار اللون الاسود اللي عندنا دوت، وهنختار اللون الجري. ناخد بقى اللون الابيض ده ونسحبه لجهة اليمين بالشكل ده، او ممكن نصغر حاجة بسيطة بس كده. طيب احنا عندنا خلاص الشكل دوت، تعالوا بقى نروح على قائمة ترانسبرنسي وهنختار، او سوري لازم نختار الشكل الاول، هنروح على القائمة ديت ونختار مالتي بلاي. اصبح عندنا هنا الحواف اهي بقت بالشكل اللي احنا عايزينه. اخر نقطه بقى معانا هنختار بقى الهايلايت
اللي هو الشكل ده، الإضاءة اللي هي هنا دي، الإضاءة اللي هي في النص دي. طيب هنختار برضو نفس الحكاية الإليبس تول ونفس المقاس، هنسنتر الشكل بتاعنا، وبعد كده هنروح نختار الجريدينت، بس المرة دي هنختار بلاك اند وايت. هنيجي عند البلاك هنا وهنختاره وايت، والاوباسيتي بتاعتها هنخليها زيرو. وهنيجي على الابيض التاني وهنختار الاوباسيتي بتاعه يبقى 50%. معلش انا ضغطت بس دبل كليك، فانت ممكن من هنا يعني بتضغط عليها ضغطة واحدة بتختارها من هنا 50%. طيب احنا نسينا نعمل حاجة، ان احنا بنصغر الشكل بتاعنا دوت لحد الحواف اللي هنا، فشفت زائد الت وهنضغط نصغر الشكل بتاعنا، اصبح معانا بالشكل ده. طيب احنا لو مش عاجبنا الاضاءة بالشكل دوت بنختار الهايلايت اللي احنا عملناه، وبنيجي بالحرف الجي من الكيبورد او الجريدينت نضغط عليها من هنا، ونخلي الشكل بتاعنا الاضاءة جاية من الاعلى والشادو جاية من الاسفل من هنا، فطبيعي ان هيبقى العكس بتاعه على طول الاضاءة من هنا. تمام. طيب احنا كده انتهينا من رسمة الشكل بتاعنا. طيب احنا عايزين نغير الالوان ديت، لو عايزين نعمل شكل تاني بالوان مختلفة، هنضغط الت زائد شيفت للشكل، وهنيجي على الكلر ويل اللي قدامنا دي وهنغير الشكل بقى زي ما انتوا حابين، اللون ده اللون ده اي لون انتوا حابينه تقدروا تختاروه عادي. تمام خالص. تمام. بكده خلاص انتهينا من شرح النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم، وما تنسوش الشير والكومنتس والسبسكرايب، واتمنى ان درس النهاردة ينال اعجابكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.